العالم مضطرب، ورئيسا أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم يلتقيان وجها لوجه لأول مرة منذ عام. جو بايدن وشي جين بينغ سيحاولان في لقائهما المرتقب في سان فرانسيسكو إعادة ضبط العلاقة بين بلديهما، وربما إعادة ضبط عدد من أزمات العالم. على ساحل أمريكا على المحيط الهادئ، سيستقبل بايدن قادة الدول العشرين الأخرى المنضوية في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أيبك، لكن رئيسا واحدا يطغى على الحضور بحسب الخبراء، وهو الرئيس الصيني. مجموعة أيبك الاقتصادية تأسست عام 1989 لتعزيز التجارة الحرة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكن هذه الرؤية تلاشت، إذ أن كل ما باتت تسعى إليه إدارة بايدن ضمن أيبك هو اتفاق اقتصادي محدود، خاصة مع منافستها الصينية. التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم تصاعد خلال السنوات الأخيرة، لكن هناك من يعول على اتفاق بين بايدن وشي ولو بالحد الأدنى على الملفات الساخنة. ولعل أبرز الملفات التي تنتظر الرجلين هي التجارة والتكنولوجيا والدعم العسكري الأمريكي لتايوان والوجود المتزايد لبكين في بحر الصين الجنوبي وعلاقتها القوية مع موسكو. وما زال العالم يتذكر المنطاد الصيني الذي رصد فوق الأراضي الأمريكية العام الماضي، وحرب الكلمات التي اندلعت حينها بين الرجلين. ويبقى ملف الحرب في غزة حاضراً رغم بعده الجغرافي، فبين واشنطن وبكين هوة غير مسبوقة، وبينهما أيضاً موقف صيني غير مسبوق في دعم الجانب الفلسطيني. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.